أستاذ مصطفى كاميلي، نائب السيد الوكيل العام الملكي لدى محكمة الاستئناف في مراكش. إذا في إطار سلسلة الدورات التكوينية التي تولى السيد الوكيل العام الإشراف عليها وتنظيمها بالنسبة للسادة ضباط الشرطة القضائية والسادة نواب وكيل الملك في مجمل في جملة من المواضيع، شاركت في هذا اليوم بكلمة وعرض يتعلق بقواعد الاختصاص الاستثنائية التي تتعلق بالبحث والتحقيق والمتابعة والمحاكمة مع فئة من الموظفين والقضاة المنصوص عليهم وعلى مهامهم في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وأخص بالذكر الفصول من 265 إلى 268 من القانون الجنائي. وتطرقنا إلى مختلف الإجراءات المسطرية التي يتم إعمالها بالنسبة لهذه الفئات أمام محكمة النقد وأمام محاكم الاستئناف العادية، وإلى طريقة المطالبة بإجراء تحقيق، وإلى طريق المحاكمة، وإلى طرق الطعن. وكذلك تطرقنا إلى مجموعة من الإشكالات التي تطرحها هذه المساطر من حيث التطبيق، وخلصنا في الأخير على أنه لا بد من تدخل تشريعي، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد للتنصيص ولتنظيم هذه النصوص بالدقة المطلوبة وبالتفصيل المدير بالتفصيل الواجب لمختلف الفئات، من حيث تحريك المتابعة ومن حيث إيقافها وإخضاعها لمقتضيات البحث سواء كانت تمهيديا أو تلبسيا.